الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين ثالث نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم: 20.8% نسبة امتلاء السدود إلى حدود تاريخ اليوم، 18 مليون دينار كلفة إعادة تهيئة المسبح البلدي بالبلفيدير، في العالم استشهاد 770 فلسطينيا واختطاف أكثر من 200 مدني بينهم نساء في مخيم جباليا ومحيطها شمال قطاع غزة خلال 19 يوما، 28 شهيدا لبنانيا خلال 24 ساعة الأخيرة، وحزب الله ينعى رئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين. تفاصيل الأنباء. أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ تحذيري تواصل انقطاع عدد من الطرقات في ولايتي المنستير وصفاقس نتيجة التقلبات الجوية وارتفاع منسوب المياه في عدد من الأودية. الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين أجبابلي يتحدث: 5 طرقات ما زالت مسكرة، منهم 4 في المنستير وطريق وطنية في صفاقس، ثم 3 طرقات معبدة وغير مراقبة في المنستير اللي هي ما زالت مسكرة ولا يمكن المرور منها، اللي تربط بين أولاد المي وعميرة التوازرة، وثم الطريق معبدة وغير مراقبة في قرية العمارات والغور، وثم طريق معبدة وغير مراقبة اللي تربط بين الثريات والوردانين، كذلك ثم طريق محلية 867 مستوى ويد بني حسين اللي تربط بين طوزة وبني حسين واللي ما زالت الكياس مسكرة، لكن ثم الوحدات المرورية اللي قاعدين يقوموا بتوجيه حركة المرور، وما زالت صفاقس الطريق الوطنية رقم 1 اللي تربط بين صفاقس والمحرس اللي هي ما زالت مسكرة نتيجة ارتفاع منسوب أحد الأودية. نطلب من جميع المواطنين وخاصة مستعملي الطرق الالتزام بتوصيات الوحدات المرورية، خاصة في عدم المجازفة بالمناطق الزرقاء وين ثم تراكم المياه وين ثم سيلان الأودية. وتعلم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بتوقف سير القطارات على الخط الرابط بين صفاقس المثلوي وصفاقس جابس انطلاقا من مساء اليوم، وذلك حفاظا على سلامة المسافرين إثر التهاطل الكثيف للأمطار الذي تسبب في سيلان غزير للمياه تحت أرضية السكة الحديدية بين محطتي جرجور والمحرس. وأضافت الشركة في بلاغ لها أنه سيتم الإعلان عن عودة السفرات بعد توقف الأمطار وتشخيص في وضعية أرضية السكة والقيام بما يلزم لتأمين حركة القطارات في كنف السلامة اللازمة. بلغت نسبة امتلاء السدود 20.8% من طاقة استيعابها إلى حدود تاريخ اليوم، وفق ما أظهرته معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. وتراجعت المدخرات من المياه في السدود التونسية بنسبة 12.1% مقارنة بالسنة الماضية، ومقارنة بمتوسط الكميات المسجلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فإن هذا التراجع يعد الأهم اعتبارا إلى أن هذه الكميات تقدر بحوالي 21% من القدرة الجملية للسدود. أكد مدير المسبح البلدي بالبلفيدير سفيان بالعيد أن أشغال إعادة تهيئة المنشأة الرياضية انتهت في توقيت قياسي بكلفة جملية ناهزت 18 مليون دينار، وحافظت على طابعها المعماري الأصلي ونفس مكوناتها مع تعصيرها حتى تواكب المستجدات الراهنة على مستوى التجهيزات والمرافق. المساحة الجملية نتاعو 8520 متر مربع في مساحات خضراء 2700 متر مربع. المسبح الرئيسي 33 متر على 14، العمق نتاعو من 0.9 إلى 2.1 متر. ثم مسبح للأطفال العمق نتاعو 0.5 متر. المسبح هذايا جددناه كليا، العمق نتاعو طيحنا فيه شوية، مجهز بأنظمة تاع تصفية مياه ومعالجة مياه من أعلى الطراز وذا جودة عالمية، مسابق للمواصفات العالمية. في أنظمة تدفئة المياه يبدأ الماء درجة حرارة نتاعه بين 27-28 درجة، تركيز غطاء في الشتاء في المستقبل القريب باش يولي المسبح مستغل شتاء وصيف. عندنا المدارج، المدارج تتسع إلى 700 مواطن، هذه كله راهو جديدة، ما فما حتى شيء قديم ولا ترمم.
أعلنت الوكالة الفنية للنقل البري الترفيع في طاقة استيعاب مراكز الفحص الفني وفي عدد الأماكن المعروضة للحجز في كل مركز بداية من الأول من نوفمبر القادم. المديرة المركزية للشؤون الفنية والاستغلال بالوكالة الفنية للنقل البري أمل الضاوي أفادت في تصريح للإذاعة الوطنية بأن هذا الإجراء يتنزل في إطار مزيد تدعيم شفافية خدمات الفحص الفني الدوري للعربات. الإجراء هذية على إثر تطويرات قامت بها الوكالة على مستوى المنظومة متاع عمليات الفحص الفني باعتماد الدمج الآلي للبيانات متاع الحجز المسبق، والدمج هذية مكننا باش نتخليه على مواقع التسجيل اللي كانت موجودة. كان المواطن وقت اللي يجي يدخل مركز الفحص الفني يقوم بعملية تسجيل العربة متاعه. حالياً تم تطوير المنظومة بطريقة اللي تم دمج آلي البيانات، وبالتالي نجمنا في مجموعة أولى من المراكز باش نتخليه على عمليات التسجيل. الإجراء الآخر الجديد هي اللي باش يتم التقيد بالمواعيد اللي تم حجزها. سابقاً المواطن عنده إمكانية باش يقدم الموعد، توا الإمكانية هذه ما عادش واردة، ينجم يتغيب في النهار وعنده ينتفع بالمجانية متاع إجراء الفحص الفني في ظرف يومي عمل. تنجم تجي للمركز متاع الفحص الفني وتقدم العربة متاعك ما غير ما تاخذ موعد. ينظم اليوم وغدا بالعاصمة المركز الجهوي للاستشعار عن بعد لدول شمال أفريقيا المؤتمر الدولي الرابع للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة للجغرافية الجيوفضائية 24 2000. رئيس المؤتمر والمدير العام للمركز الهادي كشوت أفاد بأن هذه التظاهرة التي يحضرها عدد من المختصين والباحثين من عدة دول تهدف إلى تعزيز استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في التنمية المستدامة والبحث العلمي. اليوم الوطن تناول العديد من المحاور التي تتعلق بتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية التي تستخدم في مجالات التخطيط، مجالات السلاحة، مجالات الأمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية، تقديرات المحاصيل الزراعية، عملية استخدامات الموبايل في الفلاحة، وعملية التقديرات العامة التي تساعد الفلاح في إدارة المزرعة متاعه. أيضا عملية مراقبة التسهيلات فتح الطرقات والأشياء التي لها علاقة بنظم المعلومات الجغرافية وتحديد الأماكن أيضا للزحام والأماكن الأخرى التي يمكن وضع لها حلول سريعة. أيضا ناولنا بعض الأشياء التي لها علاقة بالكوارث الطبيعية التي تحدث أو من الإنسان. إن شاء الله غدا راح نتناول جملة من المحاور الأخرى التي لها علاقة باستخدامات أخرى ممكن استفاد منها في مشاريع التنمية المستدامة. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في العالم وفي اليوم 83 بعد 300 من العدوان الصهيوني على غزة استشهد 42 فلسطينيا في غارات إسرائيلية منذ فجر اليوم، 37 منهم في شمال القطاع. وقال الإعلام الحكومي بغزة إن أكثر من 770 فلسطينيا استشهدوا فيما أصيب ما يزيد على 1000 آخرين بجباليا ومحيطها خلال 19 يوما. وأشار المصدر ذاته إلى أن الجيش الصهيوني أجبر آلاف المدنيين تحت تهديد القتل على النزوح الإجباري من منازلهم وأحيائهم السكنية شمالي القطاع، كما اختطف أكثر من 200 مدني بينهم سيدات، مؤكدا أن ما يزيد على 100,000 جريح ومريض شمالي القطاع يحتاجون للرعاية الطبية العاجلة. على الصعيد السياسي دعت قمة بريكس إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة، وأدانت بشدة استهداف قوات الاحتلال للعمليات الإنسانية ومراكز توزيع المساعدات. يأتي ذلك في وقت وصل فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى العاصمة السعودية الرياض قادما من تل أبيب التي أجرى فيها لقاءات ومباحثات بشأن الحرب على غزة ولبنان وتداعياتها الإقليمية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكين سيسافر إلى بريطانيا هذا الأسبوع بعد جولة في الشرق الأوسط لعقد اجتماعات مع زعماء عرب في لندن بشأن الأوضاع في المنطقة. هذا وتستحث الولايات المتحدة الخطة الدبلوماسية للتواصل إلى حل دبلوماسي في لبنان استنادا إلى القرار الأممي 1701. يأتي ذلك في وقت تستضيف فيه فرنسا غدا مؤتمرا دوليا حول لبنان،
وضع في مقدمة أولوياته جمع المساعدات لفائدة النازحين في لبنان وتوفير الدعم اللازم للجيش اللبناني ليكون جاهزا لتولي مسؤوليته الأمنية في جنوب البلاد في حال توقف القتال. متابعة للموضوع في التقرير التالي مع حاتم كريسعان. صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عند زيارته اليوم السعودية بأنه يعمل على التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان يشمل التطبيق الفعلي للقرار الأممي رقم 1701، سيما فيما يتعلق بانسحاب حزب الله من المناطق المحاذية للحدود مع الكيان الصهيوني وتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية فيها. في الأثناء كشف مصدر دبلوماسي غربي عن أنه تم طرح فكرة نشر قوات متعددة الجنسيات في جنوب لبنان تتولى المسؤولية الأمنية إلى جانب الجيش اللبناني في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حزب الله والكيان الصهيوني، وأوضح أن شركاء لبنان بدأوا بالفعل في دعم الجيش اللبناني وهم بصدد البحث عن كيفية دعمه بشكل ملموس ليكون جاهزا في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق دبلوماسي طويل الأجل. وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أكد استعداد بلاده لزيادة عناصر الجيش اللبناني في الجنوب لتكون قادرة على السيطرة على المنطقة الحدودية في حال إقرار وقف لإطلاق النار. في الأثناء تستعد العاصمة الفرنسية باريس لاستضافة المؤتمر الدولي حول لبنان غدا بمشاركة ممثلي 70 دولة و15 منظمة دولية، مؤتمر وضع في مقدمة أولوياته الاستجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة الأخير إلى جمع أكثر من 400 مليون دولار لمساعدة النازحين في لبنان وتوفير المساعدات المالية للجيش اللبناني باعتباره الركيزة الأساسية لضمان وحدة لبنان واستقراره. وصرح وزير الخارجية الفرنسي اليوم بأن بلاده تقف إلى جانب لبنان وهي تعمل على إقرار وقف لإطلاق النار قبل التوصل إلى حل دبلوماسي يضع حدا للأعمال العدائية بين لبنان والكيان الصهيوني. ونعى حزب الله اليوم رئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين مؤكدا استشهاده في غارة صهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل 3 أسابيع. وكان صفي الدين يعد المرشح الأبرز لتولي الأمانة العامة للحزب خلفا لحسن نصر الله الذي اغتاله الكيان الصهيوني الشهر الماضي. يأتي ذلك في وقت جدد فيه الكيان المحتل اليوم قصفه جوا وبرا عدة مدن وبلدات في جنوب لبنان وشرقه ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا. وقالت وزارة الصحة اللبنانية عشية اليوم إن 28 لبنانيا استشهدوا في الغارات الصهيونية على لبنان خلال 24 ساعة الأخيرة. في المقابل قال حزب الله إن عناصره استهدفوا اليوم تجمعات لقوات الاحتلال الصهيونية في جنوب لبنان وفي مستوطنة مسغاف عام وقصفوا مواقع إسرائيلية في تلال كفر شوبة المحتلة. كما أطلق الحزب بعد ظهر اليوم عشرات الصواريخ باتجاه عدة مستوطنات تم اعتراض معظمها فيما سقطت أخرى بمناطق مفتوحة، وذلك بعد ساعات من قصف قاعدة للاستخبارات العسكرية بضواحي تل أبيب دوت على إثرها صافرات الانذار في أكثر من 100 مستوطنة. بهذا الخبر تتكامل ثالث نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيها في عناوين. 20.8% نسبة امتلاء السدود إلى حدود تاريخ اليوم. 18 مليون دينار كلفة إعادة تهيئة المسبح البلدي بالبلفدير. استشهاد 770 فلسطينيا واختطاف أكثر من 200 مدني بينهم نساء في مخيم جباليا ومحيطها شمال قطاع غزة خلال 19 يوما. و28 شهيدا لبنانيا خلال 24 ساعة الأخيرة. وحزب الله ينعى رئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين. إلى اللقاء.